ايوا خوتي اخواتي، اليوم هذا اول فيديو بالدارجه غادي نشرح فيه تمارين البطن والتمارين بالنسبه للناس اللي يلا بادين غيخدموا معايا طريقه زوينه. اول حاجه غادي نبدا من الفوق لتحت وندوزو جوانب تاعنا. اول حاجه غنديرو هي تسخين ديال 45 ثانيه، سواء حبل سواء بعض التمارين بحال جابين جاك غتشوفوا معنا دابا. واحد الحاجه مهمه خوتي، ما تنساوش ديروا سبسكرايب ماي شانل ولايك وتخليوا لي الكومونتير. قبل ما نبداو التمارين ديال البطن ضروري خصنا نديرو 45 ثانيه ديال جابين جاك، يعني خصني ضروري نسخنو قبل ما نبدا. التمرين هذا سهل بزاف وخصنا نديرو 3 مجموعات، كل مجموعه 15 15 15. هاد التمرين كروس كرانش تا هو 3 مجموعات وكل مجموعه 15 15 15. هاد التمرين هذا خصيصا للمبتدئين، ممكن دير فيه 2 دقائق حتى 3 دقائق. هاد التمرين هذا تنديرو فيه 2 مجموعات، كل مجموعة 20 مرة. التمرين هذا تيستهدف الجوانب بما يسماو ليزوبليك ولا اوبليكس ان انجلش. كيف شو معنا خوتي، خدمنا لي زابدو هما كي تيبانو ليكم دابا. عافاكم ما تنساوش سبسكرايب وتخليو لي كومونتير، عندكم شي اسئله خليوها لي في كومونتير و جيف مي ا بيج تامز اب في الفيديو تاعي. Not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag.